طيب، اتكلمنا عن المانيا وسان باولي والفرق اللي موجوده وابرز الفرق الموجوده هناك، بس انا بتكلم عايز ارجع تاني لمحمد صلاح، ومش عارفه حاسه برضو ان عندك تفاصيل في موضوع الجدل الحاصل وموضوع انتقاله لسم من الانديه. يعني ايه اقرب الانديه او ايه يعني ايه المتوقع من محمد صلاح ان شاء الله يعني الاقرب له؟ هي الحسبة تتحسب حسبة فلوس يا سهام. ازاي؟ ليفربول محتاج يجيب لعيب بديل لصلاح لو صلاح هيمشي، وعلشان يجيب فلوس فهو لازم صلاح يمشي بمبلغ كبير علشان يقدر يجيب هو اللعيب البديل بتاعه. وبالتالي اللي يقدر يشتري لعيب بالقيمة التسويقية دلوقتي لمحمد صلاح ريال مدريد، برشلونة لو في الوضع المنطقي بتاعه، أو باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان بيدور شويه على الشو، مش بيدور على انه يعني يبني فرقه، لان هم بيعملوا حاجات غريبه جدا وبيدفعوا مبالغ غريبه جدا وبلا عوائد. يعني انت تاخد دوري فرنسي ده ولا حاجه بالنسبه للي انت بتدفعه، وبالنسبه للسكواد بتاعتك بكام. فبالتالي هم هيدوروا اول حاجه هيقولوا فيها ايه، انه باريس سان جيرمان هيقول انا عايز ميسي. ساعتها هيكون ليفربول بيدور على مبابي، وصلاح هيكون يا اما برشلونه يا اما ريال مدريد. احنا ليه بنقول كده؟ بقول لك هي حته البادجت. انت عندك بادجت تقدر تشتري لعيب زي محمد صلاح، مش هتلاقي اي نادي في العالم عنده غير مانشستر سيتي، ريال مدريد، شويه برشلونه، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ. فنيا الاحتياج لمحمد صلاح فين؟ في برشلونه وريال مدريد. صحيح. فاعتقد ان هو اذا ساب ليفربول هيكون لبرشلونه او لريال مدريد. ايه الاقرب؟ اعتقد انه الاقرب هيبقى ريال مدريد مش برشلونه، لانه الازمه الماليه شديده قوي على برشلونه. ممكن صراع الانتخابات اخوان لابورتا والمنافسين بتوعه هيكون بيدور على اول حاجه بقاء ميسي، وده ما اعتقدش انه هيحصل. لا خلاص صعب. صعب جدا. صحيح. فهيبقى الحل البديل هو محمد صلاح. صحيح. فاعتقد ده هيبقى السيناريو اللي جاي. عايزين